يسأل هذا المستمع ويقول: إذا ورث رجل مالا وهو يعلم أن هذا المال الموروث اكتسب بالحرام من ربا ورشوة وغش، هل هذا المال يكون حلال للوارث أم أنه حرام عليه أيضا؟ إذا تيقن أن هذا المال حرام من أي وجه من وجوه الحرام كالربا والرشوة والسرقة والغصب وغير ذلك من وجوه الحرام، إذا تيقن من ذلك فإن هذا المال لا يحل له، لأنه مال حرام ولا يحل إرثه، لأنه ليس ملكا للميت، أنه ليس ملكا للميت وإنما تورث أملاك الميت، والحرام ليس ملكا للميت.